فضلوا يقولوا لي ان الهلال في ماتش التعاون هيلعب بالفريق الثاني، هيلعب بالاحتياطي، هيريح متروفيتش وهيريح سالم الدوسري وهيريح مالكوم وهيريح ياسين بونو. وانا قلت لهم لا، قلت لهم لا، قلت لهم الهلال ديناصور عايز ياخد كل حاجه، ديناصور بياكل الاخضر واليابس، ديناصور عاوز يحقق كل حاجه وعاوز ياخد. انت عمرك شفت ديناصور بيسيب حاجه؟ عمرك سمعت ان ديناصور بيسيب حاجه ويسيب فتافيت؟ لا لا، مش هيسيب حاجه. اهو النهارده زي ما انا قلت الهلال بيلعب بالتشكيله الاساسيه بكل قوته قدام التعامل. انت فضلت فعلا، انا فاكر كلامك، انا فاكر قلت لي ان الهلال هيركز في الدوري وفي كاس دوري ابطال اسيا عشان هو بيجهز فريق لكاس العالم للانديه. ما اختلفتش معاك في الموضوع ده، الهلال بيجهز فريق لكاس العالم للانديه 2025. 2025 عاوز يكون على راس مجموعه وعاوز ياخد البطوله وعايز يحقق رقم قياسي جديد. وانت مش شايف اهو عدد مرات الفوز، قطر بسم الله ما شاء الله، مش قطر بقى، ديناصور، انا سميته ديناصور. وانت عمال تقاوح معايا وتقول لي هيلعب بالاحتياطي ومش هيلعب بالاحتياطي وخيسوس هيغير وهيعمل تشكيل. يا عم ده اذا كان الجمهور الاساسي هو اللي موجود تقول لي يغير ايه؟ خلي الجابه على جنب، على جنب. النهارده يعني لما تشوف محافظ على وزنه وتوازنه داخل الملعب، وخيسوس بيثبت كل يوم عن يوم ان هو جدير وراجل ما بيهزرش، ما بيهزرش، ما فيش هزار. بطوله يعني بطوله، دورة رمضانية، أنا راوي دورة رمضانية أخدها، مش هدخل بأكملة عدد ولا أنا بتهاون في أي بطولة. دي أرقام قياسية الهلال بيسعى إنه يحققها في ظل تفاعل الكرة السعودية اللي إحنا شايفينه. يعني بصراحة يعني النهاردة بالتشكيلة اللي أنت تشوفها من بداية المباراة تقول إن الهلال ما بيهزرش، ما فيش حاجة اسمها هزار. راجل عايز يحقق أرقام قياسية ونادي عايز يحقق بطولات وعاوز يحقق إنجازات وعاوز يعمل تاريخ جديد في ظل تقدم الكره اللي هو شايفه. فالنهارده اهو يعني مستريح في صداره الدوري السعودي بفارق 7 نقط عن النصر اللي هيقابل الماتش اللي جاي في الدوري الاتحاد. النصر هيقابل الاتحاد وعالم بقى ماتش من الماتشات القويه والكلاسيكو اللي انت بتقدر تتفرج عليه واللي انت ما تتوقعش هتخلص ازاي. والنهارده الهلال اهو على ارض الملعب، ياسين بونو موجود. طب ريح يا عم ياسين بونو، لا هلعب ياسين بونو، مع ان العويس لو لعب ما فيهاش مشكله، حارس مرمى متميز وقوي جدا. طب يا عم ريح سالم الدوسري، لا سالم يا عم ده كان مصاب وكان عنده مشاكل من اسبوعين ثلاثه فريحه عشان المباراه. لا ما ريحوش، دي بطوله كاس الملك، بطوله انا مكمل. طب يا عم ما تجهدش لعيبتك وموتروفيتش الهداف بتاعك وحافظ عليه عشان المباراه، لا ويجيب جون في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع في الشوط الاولاني. فما فيش هزار هناك، ما فيش. هتقول لي ما بيهزرش خيسوس يا اخوانا اللي انتوا كنتوا بتتريقوا عليه في وقت من الاوقات، ما تنكرش. انا مش عاوز كلمه انكار بقى، الناس اللي كانت قاعده بتتفرج وتقول له خيسوس من اول ماتش ولا ماتشين في الدوري يقول لك يمشي يرحل يرحل، وكان قاعد وتسمع وتقرا مقالات ان خيسوس لا يصلح ولا يصلح ودلوقتي بسم الله ما شاء الله خيسوس دلوقتي اثبت مكانته خلاص. هو مدرب عبقري، مدرب عبقري، حد ما عندوش هزار، عنده البطوله بطوله. النهارده بيلعب يا عم، طب مالكم ريح مالكم، ريحوا يا اخي ريحوا. طب ريحنا من الجمل اللي انت بتعملها بقى، ما تكشفش اوراقك. لا انا ما بكشفش اوراقي، يعني النهارده خيسوس الجمل اللي هو بيعملها انا ما بكشفش اوراقي، انا بزود في اوراقي، انا بثقل من قيمه فريقي، بزود قيمه فريقي. النهارده الهلال يا جماعه اللي انت شكله اللي انت بتعمله شكل تقيل قوي، بيوصل رساله لريال مدريد ولا البرشلونة ولا الكاس العالم للانديه 2025؟ انا مش فاهم. انا النهارده دلوقتي خيسوس بيفكر ازاي وبيفكر قدام قوي، بيفكر قدام قوي بالشكل اللي هو بيلعبه ده تفكير قوي. ايوه زي ما بقول لك، صدقني اسمع اللي انا بقول لك عليه وخد مني المعلومه والخلاصه واقعد ساكت. ما انت قلت لي هيلعب بالاحتياطي وقلت لك لا مش هيلعب بالاحتياطي. انت قلت لي ان خيسوس هيلعب بالفريق الثاني وهيريح مالكم وهيريح متروفيتش وهيريح سالم الدوسري وياسين بونو، قلت لك مش هيريحهم. قلت لك مش هيريحهم. قلت لك ان خيسوس والهلال بيلعب انه يحقق كل البطولات، وقلت انه ديناصور. هي دي يا جماعه، هو هي انا قلت ديناصور من فراغ. كلمه ديناصور اللي اطلقتها على الهلال من فراغ. اهو انت شايف ده تشكيل بسم الله ما شاء الله باذن الله، يعني بيلعب ازاي؟ اولا ثابت على الطريقه اللي بيلعب بيها 4 2 3 1، مش عاوز يغير فيها، بيحفظها صم،
لازم الفريق اللي معاه يحفظ الطريقة، تحفظوا الشكل ده وتحفظوا شكل الجمل، حتى لو الفريق اللي قدامك عارفها انا هعمل تغييرات جوه الملعب. وبعدين الماتش هتخليه بيديك براح. يعني الميزه عند خيسوس يا جماعه، بص المدرب، المدرب يعني الماتش اللي فات للنادي الاهلي السعودي لما اتقفل قدام الرائد مش عارف يخترق، لكن خيسوس والهلال بيعمل ايه؟ بيتراجع ويسحب فريقه ويحسسك ان انت ممكن تجيب جون، ممكن تجيب جون، فتح لك الخطوط اوصل عشان اقدر استفاد من الخطوط اللي انت فتحتها قدام. ده شغل مدربين، شغل مدرب فاهم بيعمل ايه. خيسوس في بدايه الدوري حسسك ان هو مدرب يعني عنده نقط ضعف، عنده في خلل في خط الوسط، وده كلنا كنا حاسين ان في مشكله في خط نص دفاع الهلال، ما كانش فيه الراجل المسمار اللي هو الخط النص المدافع الصريح اللي بيقدر يصد الهجمات للفريق الخصم، وبتلاقي الخصم بيعدي من النص كده. حتى الجون اللي جابه ضمك وتعادل بيه كان اختراقه وحصلت فاول وسددها ودخلت في ياسين بونو، يعني مشوار كتير لو عاوز احكيه لك حكايه يعني قصه طويله جدا. فقدر ان هو يعالج الحته دي وهو بيفتحها بمزاجه، وهو عاوز يوصلك بمزاجه. مدير فني بيفتح لك خطوطه عشان توصل، عشان يقدر هو يوصل، عشان ما تقدرش ما تفضلش متكتل عند مرماك، عشان ما تتكتلش. اه صحيح عنده حارس مرمى عبقري ياسين بونو، يعني افضل حارس مرمى في الدوري السعودي، وانا بقول لك ان هو يستاهل القفاز الذهبي، احسن حارس مرمى في العالم ياسين بونو. عامل شويه مرتدات لنادي الهلال السنه دي كبيره جدا، منها قدام في ماتش التعاون في الدوري برضه تصديين في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني بعديها لقينا الهلال بيتقدم ويكسب التعاون، نفس الحكايه في ماتش الفتح، نفس الحكايه في مباراه الرومونتادا الكبيره جدا اللي حصلت امام الاتحاد 4-3، 3-1 للاتحاد، والماتش هيخلص خلاص 3-1 الشوط الاولاني خلص، والشوط الثاني انفرادات بالجمله بيقدر يستطيع ان ياسين بونو يتصدى ليها، وبيرجع بعديها الهلال. نشوف الهلال حارس مرمى مميز قوي، ولكن تعالى شوف التجانس والانسجام بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم وحارس المرمى كمان. ياسين بونو بيشارك بشكل كبير جدا في بدايه الهجمات. هتقول لي ازاي؟ هي دي كره القدم الحديثه، هي دي كره القدم الحديثه، وهو ده فكر المدرب اللي تقف وتسقف له، اللي انت ما تكونش اللي عمال بيسحب كل شويه بتحب يوصل للقمه وتحس بيه النهارده. والنهارده يعني انت في الاخر وفي الاول يعني تقول الف مبروك. طبعا الماتش لسه ما خلصش على فكره، الماتش بس لسه ما خلصش. اه انا عارف ان الماتش لسه ما خلصش، بس الهلال مش هيسيب حاجه، مش هيسيب حاجه، انا قلت لك كده. يلا والف مبروك لجمهور الهلال، وهارد لك لجمهور التعاون، و ساش بقى تعمل لي لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وفي النهايه تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.